يلا يا شباب، احنا كنا وصلنا لإيه؟ فين عادل؟ طب يلا يلا احنا نكمل. احنا آخر حد كان بيجاوب مين؟ كان مين؟ ايوه تمام يلا، احنا بندور على اسم مبني. تمام انت شايف؟ يلا اسم مبني. هو طيب من كله ولا برضه متوسط؟ من اول لقاء تسلى لغايه يعتصمون بها، عايزين اسم طيب مبني عليا على عليا كل في محل ايه. صح خمس. ايوه صح، انا بعلم لك عليها. ايه صح مظبوطه. عايز اعرف بقى هي ضمير مبني صح كده في محل ايه بقى؟ ايه يا فين حبيبي؟ محمد؟ في محل جر يعني. ايوه جر اسم مجرور. عشان عشر. جميل. يلا عادل بيدخل. طب لغايه ما عادل ما يدخل، يلا يا عمر هتجاوب مرتين ورا بعضيهم عشان عادل ما دخلش. عادل دخل. يلا يا عادل. ماشي بص يا حبيبي، زمايلي طلعوا هؤلاء وانت طلعت اجدادنا وكريم طلع عليها، عايزه في نفس الفقره دي اسم مبني. حتى وصل زحفل صحيح. على فكرة السطر حتى الأول وصل زحفهم زحفهم صح، هي الضمير كلمة زحفهم يعرب ايه؟ ضمير زحف زحف دي اسم ولا في فعل؟ محل فاعل، في محل رفع فاعل يا شيخ زحف دي فعل؟ أنا زحف. ممكن أقول أزدح، ممكن أقول زحف أنا. نعم تمام. تمام ركز. ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. جميل 10 10. يلا يا عمر. يلا يا عمر. ايوه مستني انا برضه اطلع واحد ولا ايه عايزين السؤال؟ برضو اسم مبني. احنا القطعة دي مليانة اسماء مبنية، هنطلعها كلها. يلا حبيبي، عايزين اسم مبني من نفس القطعة دي اللي هي الثلاث سطور دول. الفراعنة. الفراعنة فراعنة؟ لا دي حتة من الكلمة. هي فراع ونف؟ لا دي حتة من الكلمة. يعني هي في حاجة يعني قبل زحف ولا لأ؟ اه في حاجة قبل زحف وفي بعدها، يعني القطعة مليانة بقول. محطوطة الشرقية. نسميه هل ما سمعتش شو تاني؟ نسميه أنا مش لاقياها. أنت بتقول كلمة الظالمين؟ نسميه صح، نسميه صح، الهاء بنسميه. تمام. ايه ده، هنا بقى هنراجع قاعدة مهمة. ايه هي القاعدة دي؟ انا عندي لو فعل اتصل به كاف او هاء او ني، الكاف والهاء والني دي تعرب ايه؟ فاكر لو عندي فعل لازق فيه كاف وهاء وني، الكاف والهاء والني دي تعرب ايه؟ مفعول به. ماشي 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 يا عمر. يبقى الضمير ده يعرف ضمير في محل ايه؟ رفع. رفع. ازاي رفع ده؟ اقول لك مفعول به. ماشي. ضمير في محل ذات.
المفعول بيه مرفوع ولا منصوب ولا مرفوع ولا منصوب ولا مجرور؟ أيوة مفعول مرفوع ولا منصوب ولا مجرور؟ مرفوع. مرفوع، المفعول بيه مرفوع. متأكد ايوه من الكلام ده يا عمر؟ لا يكون منصوب. منصوب. يبقى في محل ايه بقى؟ يبقى الضمير في محل ايه؟ ناصر. نصب. جميل. بعد عمر دور كريم ولا عادل؟ مش هتلخبط. كريم صح؟ يلا كريم، عايزين برضو اسم مبني. انا متهيألي لو جالي في الامتحان بعد كده اسم مبني ما نغلطش فيه ابدا. يلا اسم مبني يا شباب. يلا يا كريم، عايزه اسم مبني. وقالوا جعلوا صح. فين جعلوا دي؟ هي صح جعلوها. وقالوها اللي هي تعرف ان جعلوها دي بقى خطيره جدا. ركز معايا بقى، انت حظك اخترت كلمه فيها كذا حاجه. جعلوا، جعلة، تمام، وفي واو جماعه وفي هاء. فانا عندي ضميرين، انا عندي واو الجماعه وعندي الهاء. واو الجماعه دي في محل ايه يا كريم؟ في محل اسمه ايه يا حبيبي اسمها؟ لا ايه اللي في محل يعني هنا احنا قلنا الفعل لو اتصل بيه ضمير، الضمير ده غالبا يا فاعل يا مفعول به. الواو الجماعه دي فاعل ولا مفعول به؟ لا طب فعل فاعل. يبقى ضمير مبني في محل ايه بقى؟ رفع ولا نصب ولا جر؟ رفع فاعل. جميل. والهاء هتبقى في محل في محل نصب نصب ايه؟ الصالون بيه مفعول به. ايه ده، ينفع ضميرين في الجملة في كلمة واحدة؟ اه، وده من بلاغة وفصاحة اللغة العربية. ده في كلمة في القرآن عبارة عن فعل وفاعل ومفعول به أول ومفعول به تاني وحرف عطف، تمام؟ إن كلمة واحدة لما نيجي نترجمها في أي لغة هتبقى حوالي 5 6 كلمات. ودي من فصاحة وبلاغة اللغة العربية، من الحاجات الجميلة في اللغة العربية. إن جعلوها دي لو جيت أترجمها في لغة تانية هترجمها في 3 كلمات أقل حاجة. يلا يبقى نعلم على كلمة جعلوها إن هي خلاص اتعملت. فيلا عادل هيطلع لي برضو اسم مبني. لسه فاضل أسماء مبنية، تخيل. ايه القطعة اللي مش راضية تخلص دي؟ ويجعلوها عاصمة يعتصمون. يعتصمون. جميل. واو الجماعة تمام. في محل رفع ولا نصب ولا جر؟ رفع في محل رفع. ايه؟ فعل في محل رفع فاعل. جميل. طيب يلا يا عمر، تخيل ان لسه في فاضل اسم مبني. نعم لا شكرا، انا عادل. عمر بقى، انت بتعيد تمام محل رفع فعل، ضمير مبني في محل رفع فعل. 10 على 10. عمر عايزه لسه فاضل كمان. الشرقية الشرقيه. ازاي يعني؟ هل الكلمه عباره عن الشرق وايه دي؟ الشرقيه على بعضيها بلد اسمها الشرقيه، صح ولا لا؟ لا ما ينفعش. ركز. لا ايه يا حبيبي؟ ألقى القوم. فين القوم؟ القوم فين القوم دي؟ ليه بعد هؤلاء بس لا لا غلط لا ايوه صح، غلط، ما تنفعش. فكر. هي كلمة اللي بعد الفرعنة دي يا مس اغاروا يعني هجموا. لا دي فعل ماشي، ايه المشكلة؟ يمكن متصل بيها ضمير كده، ما تبص عليه، يمكن يبقى فيها ضمير متصل. لا مفيش مفيش. متأكد؟ لا الواو اللي في الاخر الواو اهي. ينفع كده؟ طب ما سهلة اهي، غاروا. طب قول لي يا باشمهندس، الواو دي هتبقى في محل فاعل ولا في محل مفعول به؟ هتكون المفروض تكون في حل فعل محل رفع فاعل. 10 على 10. يلا يا كريم.
فاضل لسه كمان عندي واحد اتنين، لسه اتنين كمان، واحد لكريم وواحد لعادل. طيب تدفع بيها فين ده؟ اوتوموبيل؟ اه ده انا ما خدت، اعرف ان انا فعلا ما جاش في بالي. ما شاء الله عليك، برافو. تعرف انا بقول لك اتنين وما خدتش بالي من ده، دي 10 10. حلو. طيب شفت يا كريم ما بتركز، الله اللهم بارك. هنا بها دي هتبقى معاها رفع ولا نصب ولا جر؟ نصب. يا شيخ ده بقى دي حرف ايه؟ قول لي، مش بقى دي حرف جر؟ اه ايوه ورقة. يبقى اللي وراه في محل رفع ولا نصب ولا جر بقى؟ في محل جر. جر. جر اسم مجرور. تمام. يلا يا عادل، ده لسه فاضل كمان واحدة لعادل وواحدة لعمر. يلا خامس عايزين لسه اسم مبني. تاني اه تخيل. يا بص، خلاص ما احنا نعلم على القطع كلها وخلاص صح. كده. فاكرين لما قلت لكم ان الضماير، يعني انت لو بصيتوا هتلاقي كل اللي طلعناه هي اسم اشاره واحد بس الضماير. فدايما في القطعه لما يسالك على انا ليه برخم ان احنا نطلعهم، عشان احنا كده رجعنا على اعراب الضماير، ورجعنا على الاسماء المبنيه، رجعنا على كذا نقطه، واعراب الضماير مهم. طيب فلما يقول لك طلع اسم مبني، لازم يعني بص يعني 99% هيطلع معاك ضمير. فعشان كده اعراب الضماير في منتهى الخطوره، مهم جدا. يلا يلا بقى قول لي يا ما عادل، قول لي في ضمير تاني فينه؟ إلى ما حتى وصل إلى ما نسميه ما. هي ما دي اسم مبني بس مش ضمير. ما بس اسمه تعالى نشيلها ونحط الذي. الذي لو نفعل تبقى هي ايه؟ اسم مبني. اسف، اسم موصول. لو ما نفعتش تبقى مش اسم موصول. إلى الذي نفعت ايه، لايقه ولا مش لايقه؟ لا لايقه، يبقى هي فعلا اسم موصول في محل رفع ولا نصب ولا جر. إلى ما في محل جر. في محل جر اسم مجرور. 10 10، برافو. ثواني كريم بيدخل عشان ده دور، مش هو دور كريم ولا دور عمر الأول؟ عمر ولا كريم الأول؟ أنا مش عارف تقريبا دوري. دورك. طب يلا مس أي أنا حاجة. بعد عادي، احنا بعد نص الحصة في القطعة دي، ما هي الحصة النهاردة تدريبات، إيه المشكلة؟ قصدي بين بقى التدريبات الحصة النهاردة مش كلها القطعة نطلع بس. أسماء مبنية من القطعة دي بس. طب اقول لك حاجه، هجدد، هسالك سؤال جديد، رغم ان انا كنت عايزه ارجع على الاسماء المبدئيه بس. حاضر. عايزه يا عمر، عمر ولا كريم؟ العيد عمر صح. عايزه فعل مبني. شفت اهو جددت. اه اللي كده عادي برضو. أتسلل. يتسلل فعل مبني. تمام. مبني على ايه؟ فتح ولا ضم ولا سكون؟ فتح هبتدي. تقريبا شيء كويس. يلا يا كريم طلع لي، تعالى بقى نشوف قطعة تانية. عادل ما قراش صح؟ أيوة طب يلا استنى ناخد قطعة تانية لعادل عشان يقرا. يلا لغاية الفقرة اللي أنا مبينها. مرام في مصر وبدأ هؤلاء القوم يتسعون في شؤون مصر ويسعفون حتى امتدت نفوذهم إلى كثير من أرجائها، عاملين على تفرقة صفوف الشعب وإحماد قوته وإضعاف كلمته. اه انا مسألت عشان حاسه. طيب هسأل بقى اسئله متنوعه مش شبه بعضها، كل واحد سؤال مختلف. عايزه يا سيدي فعل معرب بعلامه فرعيه.
فعل معرب علامة فرعية يا عايدة. امس مين يقول انت فعل معرب علامة فرعية. يا الله رب العالمين؟ وبدأها بدأ ده معرب؟ بدأ ده معرب ولا مبني؟ مبني سوري. هؤلاء القوم يتدخلون ها صح، يتدخلون تعال نشوف، تعال نشوف سوا صح ولا غلط. يتدخلون ده معرب ولا مبني؟ معرض معرب. والله لو طلع مرفوع بالضمة أو منصوب بالفتحة أو مجزوم بالسكون يبقى علامة أصلية، طلع مرفوع أو منصوب أو مجزوم بحاجة غيرهم تبقى علامة فرعية. تعال نعرف مرفوع بإيه؟ ماشي بالواو. بالواو. متأكد؟ فعل فعل متأكد؟ مذكر سالم. إيه؟ مش هو فعل مذكر سالم؟ ده مذكر سالم، والواو ده في الأسماء. ده أفعال خمسة، الواو وجمع مذكر سالم ده اسم. تمام. مرفوع بثبوت النون. أيوة دي علامة أصلية ولا فرعية؟ فرعي فرعية صح، برافو عليك. يلا يا مين على الدور؟ مين اللي على الدور يا شباب؟ انا بعد عادل. يلا يا أنا تمام، جاوبت ولا لأ؟ كان دور عادل في القراية، هو قرا وجاب الدور انا. اه كان دوره عشان هو قريب. معلش يا عمر ثواني، كريم هيجاوب الاول عشان كان دوره اصلا، فخلينا عادل. قول لي يا كريم اسم معرب، اسم مش فعل، اسم معرب بعلامة فرعية. فلفور فين حبيبي مستمع؟ شؤون؟ فلفور صفوف؟ دي علامة فرعية؟ فلفور طيب فلفور ها فلفور يسحقون، ده فعل، ده اسم. انا عايزه فعل، ده فعل، انا عايزه اسم. يسحقون دي فعل، وانا بقول لك اسم معرب علامة فرعية. اسم يمتد يمتد دفاع. شاي حاجة بس لا ركز كده، انت عايز ايه؟ هتدور على اسم يكون جمع مذكر سالم. أرجع ايه أرجع ارجاء؟ دي جمع أرجع تأكيد ولا جمع مذكر سالم؟ جمع إذن تكسير ما ينفعش، جمع التكسير ده علامة أصلية. انت هتدور على جمع مذكر سالم، مثنى او جمع مؤنث سالم في حالة الرفع والجر، ايوه عاملين في حالة النصب بس، حالة النصب بس. طيب تنفع عاملين ممكن تشاور لي عليها عشان السماع؟ ايوه تنفع عاملين عاملين، هي عاملين. تمام. امتد الفوضين إلى كثير من أرجائها عاملين على تفرقة. خمن كده يا كريم، عاملين دي تعرف ايه؟ هي صح بس تعرف ايه؟ اعراب ده عايز تركيز كده.
ها صلبي. طب تعال نشوف، هل هي اللي وقع عليها فعل هو امتد نفوذهم على عاملين، يعني عاملين دي اللي وقع عليها فعل الامتداد ولا لا؟ وصفتهم اثناء الفعل، فاهمني؟ هي هنا مش مفروض دي لان ما وقعش عليها فعل، بس هي وصفتهم اثناء حدوث الفعل، صح ولا لا؟ كانوا اثناء الامتداد دول عاملين على ايه؟ التفرقه، صح ولا لا؟ معايا؟ ايوه صح. تبقى ساعتها ما دام بتوصف الفاعل او المفعول به وقت حدوث الجمله تبقى حال، تبقى ايه؟ حال، تمام. حال ماله بقى، مرفوع المنصوب ولا مجرور؟ حل مرفوع. يا شيخ متأكد؟ متأكد من الكلام ده؟ ركز. قول لا لا، حل حل منصوب. ايوه ايوه منصوب، منصوب. صح. 10 10 على الطبو. علامة نصبه يا حبيبي. الياء. الياء. هسأل سؤال اللي يعرفه يجاوب، ماشي؟ عاملين على تفرقة صفوف الشعب وإخماد قوته. إخماد دي اسم معطوف. فين المعطوف عليه؟ هي معطوفة على كلمة إيه؟ مين يعرف؟ إخماد دي معطوفة على كلمة إيه؟ شاب. طب تعال نشوف، هل هي ينفع تبقى مكانها؟ يعني إيه؟ هم عاملين على تفرقة الشعب وتفرقة إخماد، ما هي لو معطوف عليها تاخد مكانها، فاهم أقصد إيه؟ اللي معطوف عليها بياخد مكانها، ينفع ياخد مكانها، هي ما تنفعش تاخد مكانها. فكرت؟ ها هي مش هتنفع تفرق. يا حبيبي، تفرق. تفرقة، صح. هما بيعملوا على التفرقة ويعملوا على الإخماد. طيب كفاية كده النهاردة، وأنا هبعت لكم الوجبة على الجروب إن شاء الله. المرة الجاية هنبدأ درس نحو جديد، فلو سمحتوا لو في حتة في جزء مثلا سايبه من الدرس القديم خلصه، عشان إيه؟ ما يتراكمش عليه. الدرس القديم اللي إحنا خدناه طويل، ففي أجزاء كتيرة، فلو أنت في جزء مش مذاكره ذاكر، ماشي يا شباب؟ يلا، السلام عليكم.